السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد دكتور كده لباس عليك. حياك الله لالا رقية. كل شيء بخير. ولله الحمد لله. كنشكر بزاف بزاف على البرنامج ديما كنتصنت عليك. أكرمك الله سي رقية. كل شيء بخير. الحمد لله ونشكره. ربي لسر ممكن الله يرحم الوالدي. يا لالا. بغيت النمرة ديالك هي الأولى. نعم. بغيتك تعزي معايا عافاك الله يجازيك بخير. يا رب يا رب اختي رقية. اش عندك اختي رقية؟ اش وقع لك؟ عندي بزاف ما نعاود. لا اله الا الله. الله يفرج عليك اختي رقية. الله يفرج عليك. عندي العكس الجواز. شحال العمر ديالك اختي رقية؟ 37. مازال الحمد لله الامل الى الخير الى الامام باذن الله مازال. الحمد لله. عندي الماس كنحس في حاجه في الداخل ديالي. ما شاء الله. وهذا هو كيسبب المانع المس اذا اصاب المراه وفي درت الرقيه شحال من مره كيقول لي عندك الماس. المس اذا المانع من الزواج. قال لي عندك المس العاشق. هذا ما كيخلص المراه تزوج. كنضيق بزاف في الدار واذا خرجت كنضيق وليت غير كنبكي. لا اله الا الله. الله يفرج عليك اختي رقية. امين. الله يفرج آمين. عليك يا رب. الله تعالى قادر بكلمه واحده كن فيكون. يشافيك ويعافيك. هذه الحاله اللي كتقول الاخت رقية رغم ان هناك اطباء في علم النفس لا يعترفون بشيء اسمه الجن العاشق وهناك خبراء في ميدان الطب ربما قد لا يؤكدون وجود هذه الحاله من المس ويعتبرون بأنها عبارة عن خلل في الدورة الدموية أو تهيؤات أو غير ذلك من الأمور ولكن بحسب التجربة اللي عشناها في هذا الميدان أكيد هناك شيء اسمه المس مذكور في القرآن العظيم وربنا عز وجل يتكلم على أكلة الربا يقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس. مرات متعددة كنا في حوار مع بعض العلماء الأجلاء ومنهم أطباء ومنهم خبراء في علم النفس هؤلاء يؤكدون بأن ما كاين حتى حاجة سميتها المس والجن وهذا الشيء كله غير تهيؤات وخرافات وقالوا أيها الفقهاء كفوا ألسنتكم ما تبقوش توهموا الناس تقول لهم راه كاين المس. فقلت مع نفسي يا ربي يا ربي هؤلاء الناس كيقولوا كلام وهؤلاء كلام يا ربي أريني في المنام ما هو واقع أريني في المنام. وتعمدت يوما ما أن أبيت في منزلي بمفردي أبيت وقلت يا رب أريد أن أرى ما يقع لهؤلاء الناس وفعلا رأيت ما يرون رأيت أن هناك مخلوقات غريبة جاءت وشعرت بها أنها تأتي إلى جسمي هكذا مثل القشعريرة ما قاومت لأنني أعلم بأن إذا كان قلبك مليئا بذكر الله فلن يتمكن منك أبدا فكان شعور بأنهم نيت مخلوقات كيقربوا من الإنسان وكيكتفوه من الدين ديالو وكيبداو واحد الحالة ديال التنمل كتدخل لي مع, مع, مع الأصابع ديال رجليه وكتصعد ومن بعد كيحتاويه كتعود بحال لبستي لباس آخر تلبس بحال لبسوك واحد الجلدة جديدة في الجسم ديالك. وديك اللحظة الله جل جلاله ألهمني أن أقول ماذا أفعل. ببساطة أختي رقية هادشي ديال المس أبسط ما كاين في العلاج ديالو وهو أن الإنسان لا يشعر أبدا بالخوف إياك ثم إياك أن تخافي لا تخاف ولا تحزن ربنا عز وجل يقول لنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما تخافش. الخوف مقره القلب غادي يمسني في يدي غادي يمسني في رجلي في راسي ماشي مشكل ولكن لن يصل إلى قلبي لأن القلب فيه ذكر الله تعالى. ثم اللسان يقدر كاع يجيك اللسان ديالك ويربط لك اللسان كاين البعض من هادشي ديال المس كيجي عند المصاب وكي يربط في لسانه كيعقد له لسانه باش ما يذكرش الله تعالى.
لكن القلب لن يصل إليه، خصوصا هناك واحد نقطة في القلب، هذاك هو هي 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 السر ديال الإيمان، واحد نقطة صغيرة في القلب. اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وفي القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة مضغة مضغة، واحد الجزء صغير حبة داخل القلب فيها الإيمان وفيها اليقين، هذه قوية. ومن بعد كتقوم وكتجري عليهم هذوك الأرواح الخبيثة، كتنوض: اخرجوا بأمر الله، انصرفوا بأمر الله، وانصرفوا ولم يعودوا أبدا. وإلى عادوا كتعود تقول لهم: انصرفوا بأمر الله وإلا عليكم غضب من الله، أينما حللتم وارتحلتم يفرون من المكان. أختي رقية، أعظم طريقة للعلاج ديال المس، وهي أن الإنسان يقوي إيمانه بالله تعالى، لا يشعر بالخوف إلا من الحي الذي لا يموت. اجعل لسانك رطبا بذكر الله، واصبري اصبري وقاومي بمفردك، وغادي يزول داك الشيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى المرأة اللي فيها المس، قال لها: إن صبرتي لك الجنة، إن صبرتي لك الجنة. أوصها بالصبر، فيه قوة ومداد من الله. الله يشفيك ويعافيك أختي رقية، ويمتعك الله تعالى بالصحة والعافية، ويرزقك الله الزوج الصالح. يا رب ارفع عن المانع، ويجد لك الله الخير والزوج الصالح والذرية الطيبة في القريب العاجل. اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.